أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لما سيتم عرضه في مادة الأسبوع 18 من كتيب اللغة والأدب للفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ لابد من التذكير بالمفاهيم الرئيسة في هذه الوحدة: السياق العالمي وعبارة البحث وأبرز الخطوط العريضة التي سنقوم بالعمل عليها هذا الأسبوع. إذن هدفنا اليوم أن نحدد الخطوط العريضة التي سندرسها خلال الأسبوع، وأذكر أنك ستجد جميع الأنشطة التفاعلية والمواد المرئية والتقييمات التي تقدم لك الدرس في صفحات المنصة التعليمية يوما بيوم. أذكر أعزائي الطلاب أننا الآن نتناول وحدة فن القصة، تحديداً وحدة بعنوان خطوات على الغين، وقلنا أن المفهوم الرئيس في هذه الوحدة الإبداع، حيث سنتناول كيف أبدع بعض القاصين وكيف كان أسلوبهم في كتابة هذه القصص من خلال فهمها وتحليلها من خلال مهارات تعلم مختلفة. أما المفهوم ذو الصلة هو الإطار العام، الزمان والمكان تحديداً، فكل قصة مرتبطة بزمان ومكان محدد. السياق العالمي، التوجه من حيث الزمان والمكان، وهذا أيضاً مرتبط بالقضية التي تتناولها كل قصة. عبارة البحث، الإبداع تعبير ذاتي يتخطى حدود الزمان والمكان، وفعلا سنجد أن الإبداع يتجسد في كتابات طارت وحلقت بنا وتخطت حدود الزمان والمكان. فمثلا في قصة العم صالح استطعتم أن تتخيلوا مشهد الشخصية من طريقة وصف الكاتب، والآن نحن في القصة الثانية وهي قصة الشيوخ الثلاثة. كنا قد توقفنا سابقاً أعزائي الطلاب عند قراءة لقصة الشيوخ الثلاثة. الآن نحن سنقوم بتحليل لهذه القصة، لذلك عند تحليل أي قصة فلا بد من قراءتها مرة أخرى وتناول عناصر القصة. أذكر أن عناصر القصة هي الشخصيات والزمان والمكان، العقدة والحل والحوار. فسنقوم بقراءتها، تحليل هذه القصة من خلال معرفة أو التعرف إلى عناصر هذه القصة والقضية التي تتناولها. لابد أيضا من وجود مفردات جديدة نستخدمها في حياتنا، سنتعلم معانيها وستضعونها في جمل محددة. ستبدون رأيكم بالقضية التي تناولتها هذه القصة، ستكون مهارات التعلم متنوعة، منها التواصل بالعمل الجماعي التعاوني والتفكير الناقد أيضا. لابد أيضا عند قراءة أي عمل أدبي أن نقوم بتقييم أنفسنا من خلال حل أسئلة تشمل فهم المقروء الموجودة أمامنا وتشمل معاني المفردات ووضعها في جمل معينة. سنستخرج هذه المعاني من خلال المعاجم كالمعجم الرديف، سنستخدمها أيضا في جمل من إنشائنا. ستحاولون أن تفكروا بعناوين مقترحة أخرى، العبر المستفادة من القصة، فكل قصة لا بد من عبر لها. وأخيرا سنقوم بعقد مقارنة بين القصتين، وهي قصة العم صالح وقصة الشيوخ الثلاثة التي درسناها. وهذه المقارنة كنا قد كتبنا ما يشابهها في الوحدة السابقة، فسنقوم بمقارنة القصتين من حيث العنوان، كيف كان العنوان مرتبطا بأحداث هذه القصة، الزمان والمكان والشخصيات بالتركيز على شخصية معينة، والعقدة والحل، الأساليب الإنشائية والتقنيات. أذكر أن الأساليب الإنشائية منفصلة عن التقنيات، فالأساليب الإنشائية كالندائي والأمري والتعجبي والاستفهامي
التقنيات أقصد فيها الحوار والوصف مثلا والسرد، ولا تنسى عزيزي الطالب أنك يجب أن تدلل هذا بأمثلة من القصة. عبارة البحث لن ننساها، كيف كان الإبداع وكيف تخطى حدود الزمان والمكان في القصتين، والقضية التي تناقشها القصة، ورأيك بالتأكيد مهم، وأي منها أحببت أكثر مبينا السبب. ولابد أيضا أن نركز على معايير الكتابة، فسأقوم بمحاسبتكم وفق المعايير المرفقة لكم في صفحة المنصة. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب يومكم بكل حب وود.